لا يعقل من وجهة نظري أن شركة اللي الإخوان ولا أنا أعطينا عمرنا عليها تطلب باش تحل واحد الجمعية، وشنو الأسباب اللي يمكن تجعلها أن تطلب الحل ديالها والمنع ديالها والمنع من التجمع ديال الربابنة، وفي هذا الإطار تحيد لهم الحق الدستوري ديال البلاد، وبالخصوص أن سيدنا تيطلب باش لاسوسيتي سيفيل المجتمع المدني يكون يتقوى ويكون في واحد المستوى راقي لمغربنا الجديد الحمد لله، فتتفاجئوا في بعض المعاملات ولا بعض الوقائع بحال هذه اللي حقيقة مؤسفة، وتنتأسف باش يكون أنه هذا، وتيضرنا في خاطرنا لأن شخصيا دوزت 40 عام في ديك الشركة، وهي اللي قراتني، هي اللي علمتني، هي اللي وصلتني واستطعت باش نقري وليداتي ونكبرهم كجميع الإخوان، وشفت على المستوى العالمي كيفاش، لا من ناحية ديال الدراسة ولا من ناحية ديال العمل ولا من ناحية ديال شنو هو الفرق اللي كاين ما بين الشركات. وهذا النوع من التصرف زعما غريب، هذا هو الوصف اللي نقدر نعطيه، ولكن واحد الثقة احنا عندنا، لا شخصيا ولا تكلمت مع الأصدقاء، عندنا واحد الثقة كاملة في القضاء ديالنا الحمد لله، وفي النزاهة ديالو، وتنتمنى عند الله أنه غادي ينصفنا، غادي ينصفنا ونجمع راسي معهم، لأن هي حرية ديال الجمعيات. وكرئيس جمعية واحدة أخرى زعما ما يمكنليش نتصور ان شي واحد ولا شي شركه تجي وتطلب المنع ديال واحد الجمعيه، الا كان واحد يقدر يقنعني في هذا المجال. وهذا ما تيمنعش ان الشركه الا كان عندها مشكل مع الجمعيه عندها وسائل باش تحلها، والوسيله الاساسيه هي الحوار المتبادل وهي النقاش، وهذا لمده 40 عام انا شاركت في هذه الشركه، وهكا كانت تكون المشاكل وتكون الصعوبات وتكون حتى بعض المواقع اللي تنكونوا مضطرين ان نوقفوا الحوار عاوتاني، ولكن تسترجعوا وتنعود، ولكن باش نوصلوا ان نمنعوا جمعيه فهذا في حق في نظري الشخصي قرار خطير، وفي نظري الشخصي لا مبرر له، وفي نظري الشخصي الشركة ولا تنطلب من الشركة ولا من الإدارة ديالها باش تعاود النظر في هاد المسألة والحوار مع الربابنة ديالها، وما غادي تقول ليه المصير ديال الشركة ديالنا من هنا 3-4-5 سنين، هادشي كله غادي يكون في الماضي، وغادي تشوف الشركة غتحتاج لهاد القوة ديال هاد الناس، فهذا ما يكونش نقطة سوداء في المسار ديال الجميع. تشكركم بزاف.